أجمل مكان شربت فيه كوفي في الخضراء، هذا هو. جلسات راقية، مكان راقي، هذا الدوار السابعة، وهذا الكرك من هنا المطعم ومن هنا المحل الخضروات، هذا هو الكوفي. هذا المحلات الجديدة هني عند القاعة، عند القاعة قبل توصلون تقاطع الخضراء. تعالوا يا جماعة، من أجمل الكوفيات صراحة، مكان شربنا فيه كوفي وقعدنا. تعال تعال تعال، شوفوا شوفوا يا جماعة. ها شباب، ايش رأيكم في المكان؟ والله ما أشتري. وطبعا بريستا يسمونك، لا ما شاء الله شاب. عمر شبك؟ محمد الخروصي. محمد الخروصي، والله والنعم، شغلك راقي وعملكم مرتب وقهوتكم حلوة. الله يعطيكم الصحة والعافية. هناك ايش داخل هناك؟ المطبخ، المطبخ ودورات المياه. ايش بعد تبون؟ شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. حتان، ها حتان كوفي، اعطينا رايك بالكوفي. انا قلت احمد السعدي، تبغى قلت لا لا، احمد السعدي ايش قال؟ فيري 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 نايس، فيري فيري جود جود. ايش شربت؟ شبانش شلاتيه. اسمه شبانش شلاتيه. ما شبانش شلاتيه، هو بس واصل يا جماعه. تنويه، الدوار اللي عدال الكوفي هتان، دوار خضراء آل سعد، ترى انا غلطت في الاسم زين، فمنكم سموحه على تدورون الدوار وتغون الاسم، اسمه دوار خضراء آل سعد.